كنت بتكلم النهارده في الانترو عن محمد الشناوي تحدثت عن شخصيه محمد الشناوي انه لاعب انتقد كثيرا وهوجم كثيرا الانتقاد منطقي كان في بعض هبوط في مستوى محمد الشناوي مش مش اللي انتقد محمد الشناوي لكن اكيد الوم اللي يهاجم محمد الشناوي ينسى مشواره العظيم الطويل بس انا واقف كتير قوي عند شخصيه محمد الشناوي انه في لاعب بعد الانتقادات والهجوم ده كله يتاثر وينتهي تقريبا يعني في لاعب يرجع تاني زي ما هو وافضل كمان وتلاقيه في المباريات اللي زيادات مباراه بيراميدز ومباراه الرجاء. سوبر شناوي هو رجل المواعيد الكبرى. محمد الشناوي في الموسم الحالي اللي بينتقد فيه وتم انتقاده فيه في اكثر من مناسبه وكان بيمر بالفعل في بعض المباريات بانخفاض في مستواه ملحوظ. تسبب بعض اخطائه في بعض النقاط المفقوده خاصه في الدوري مع النادي الاهلي. كان في صوره خلينا نستعرضها واقول لك انه بس الموسم الحالي دي بعض اللقطات المهمه جدا. الصدات الصعبه جدا او او وقف او كل اللعيبه دي بمنتهى البساطه شال منها محمد الشناوي ركلات جزاء مؤثره جدا 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 مع النادي الاهلي او كرات صعبه جدا وكان صعب الانقاذ بتاعها محمد الشناوي خليني اقولك انه احنا جبنا جزء من كل وهنروح لمباراه النهارده محمد الشناوي بيشيل ركله جزاء في مباراه ريال مدريد من مودريتش محمد الشناوي بيشيل ركله جزاء محمود علاء في مباراه الاتحاد السكندري محمد الشناوي وقفنا قبل ما نكمل محمد الشناوي بيشيل ركله جزاء مهمه جدا من الهلال السوداني اللي لو دخلت كريم في مباراه الواحد صفر في ملعب الهلال السوداني في السودان كانت هتصعب المأمورية بشكل كبير جدا جدا على النادي الاهلي وكانت النادي الاهلي محتاج انه يفوز بثلاثيه نظيفه اه الاهلي كسب بثلاثيه نظيفه لكن كان هيبقى محطوط تحت الضغط انه بثلاثيه نظيفه في مباراه سان داونز والتصدي الاعجازي اللي برجله اللي رد بهدف لحسين الشحات ومنح الاهلي نقطه في القاهره بدل ما كان الاهلي كان هيبقى النتيجه 3 واحد. اتحولت النتيجه 2-1 لسان داونز اتحولت النتيجه 2 واحد للاهلي قبل ما يتعادل سان داونز في اللحظات الاخيره محمد الشناوي هو رجل كل المواعيد الكبرى رغم بعض الانتقادات رغم انخفاض مصطفى في بعض الاوقات النهارده اجيب لك واحده من اصعب التصديات وقف هنا واحدة من أصعب التصديات وخليني أقول لك هي ليه واحدة من أصعب التصديات وليه الشناوي دي صدة سوبر مش صدة عادية محمد شناوي لعيب طويل المورفولوجي بتاعته لعيب 191 سم لعيب صعب جدا عشان ينزل للأرض من قرب المسافة جوه الستة ياردة وهي محطوطة ببطن الرجل من وليد الكارتي صعب جدا إنه ينزل الصعوبة مش بس في المكان الصعوبة مش بس في قرب المسافة، الصعوبة إنه يقدر ينزل في التوقيت ده وفي الوقت ده ينزل ويعمل الاسترتشنج وينزل والكرة أرضية وهو حارس طويل وشالها بالنسبة لي لقطة المباراة تليها لقطة حمدي فتحي بس الأول بس هات الكرة تاني يا جماعة لا بص بقى هو مش مش تحليل مش تحليل لفن حراسة المرمى يعني بس أ ب يعني الكورة جوه الستة ياردة الكورة سريعة الكورة وسط زحمة دي فعلا بقى الكورة بتعمل بند هات كمل كمل الكورة بتعمل بند كا يعني كل حاجة في الكورة صعبة عشان في بعض الناس تقول لك ايه يا عم قريبة منه لا لا دي دي اشبه بالمستحيلة يعني صعبة جدا غير الحراس الافضل في العالم يعني عشان كده انا بالنسبة لي بدون أه. مبالغة عشان ما حدش يقول لي انت شايف الشناوي احسن لا. لا ده التصدي اللي يعمله حارس كبير في العالم يعمله في الهاي ليفل يعمله في يعمله طبعا. طبعا عشان كده انا بقول لك النهارده ده تصدي سوبر أه. تصدي احيا آمال الاهلي وخلى الاهلي يقدر يدخل في المباراة بشكل جيد ويمكن محمد الشناوي تاني دي مش لقطة وحيدة من من الزاويه الخلفيه دي صعبه الكره صعبه جدا التحرك الخطوه الستريتشنج ان هو مش ثابت يا كريم وانه خد 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 من مكانه لانه لو فكر انه ياخد خطوه او فكر يعمل اي حاجه غير دي كان هياخد وقت وكانش هيقدر ينزل يشيل الكره من على الارض طبعا تحيه لمحمد شناوي النهارده كان واحد من اهم الاسباب اللي ساعدت النادي الاهلي انه ياخد البطوله المحليه الثالثه هذا الموسم طيب